خلينا نروح نشوف نتائج الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا. لو جاهزين يا جماعه اتفضلوا. طيب شبيبه القبائل الجزائري بيتعادل سلبيا مع الرجاء الرياضي المغربي، الزمالك بيفوز على زيسكو يونايتد بهدفين مقابل شيء، مازيمبي بيفوز على بريميرو دي اجوستو من انغولا بهدفين مقابل هدف، سان داونز بيفوز على اتحاد الجزائر بهدفين مقابل هدف، بلاتينيوم بيتعادل مع النادي الاهلي بهدف لكل فريق، بترو اتلتيكو الانغولي بيتعادل مع الوداد الرياضي المغربي بهدفين لكل فريق، فيتا كلوب بيتغلب من الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل لا شيء، الهلال السوداني بيتغلب من النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف. طيب شكل المجموعات بعد الجولة الرابعة، المجموعة الأولى مازيمبي في المركز الأول 10 نقاط، الزمالك في المركز الثاني 7 نقاط، بريميرو دي أوجوستو في المركز الثالث بنقطتين، زيسكو يونايتد في المركز الرابع نقطتين، أعتقد أن مازيمبي والزمالك الأقرب للصعود لدور الثمانية. المجموعة الثانية النجم الساحلي في المركز الأول 9 نقاط، المركز الثاني النادي الأهلي 7 نقاط، الهلال السوداني في المركز الثالث ب6 نقاط، بلاتينيوم بنقطة وحيدة في المركز الأخير، وهناك طبعا اشتعال ما بين الثلاث فرق الأولى النجم والأهلي والهلال. سان داونز 10 نقاط في المركز الأول، الوداد الرياضي المغربي في المركز الثاني 6 نقاط، اتحاد الجزائر في المركز الثالث نقطتين، بترو اتلتيكو في المركز الاخير نقطتين، اعتقد ان سان داونز والوداد الرياضي الاقرب. الترجي التونسي في المركز الاول من المجموعه الرابعه 10 نقاط، الرجاء الرياضي 7 نقاط، شبيبه القبائل 4 نقاط، فيتا كلوب نقطه وحيده، وبكده اعتقد ايضا ان الترجي والرجاء هما الاقرب للصعود لدور الثمانيه. دوري أبطال إفريقيا المباريات القادمة يوم الجمعة 24 يناير، مباريات الجولة الخامسة، الأهلي المصري سيلاقي نادي النجم الساحلي التونسي في المجموعة الثانية، الوداد الرياضي المغربي سيلاقي اتحاد الجزائر في المجموعة الثالثة. يوم السبت 25 يناير بترو أتلتيكو الأنغولي هيلاقي سان داونز في المجموعة الثالثة، بلاتينيوم هيلاعب الهلال في زيمبابوي في المجموعة الثانية، زيسكو يونايتد هيلاعب بريميرو دي أوجوستو في المجموعة الأولى، فيتا كلوب هيلاعب شبيبة القبائل في المجموعة الرابعة، الزمالك هيلاعب مازيمبي في القاهرة، الترجي الرياضي التونسي سيلاقي نادي الرجاء الرياضي المغربي.